علامة أن هناك في أسئلة نجوب عليها قبل الدرس إن شاء الله. إن شاء الله تعالى كما قال سيدنا جعفر الصادق: إن الله خبأ ثلاث في ثلاث، رضاه في طاعته وغضبه في معصيته وسره في عباده. سره في عباده، فلا تحقر من أحد، ربما كان ولي من أولياء الله وأنت لا تدري. لا تحتقر أحد من العباد، بل احسن الظن في جميع العباد. ووعد سبحانه وتعالى من أطاعه دخول جنته برحمته وفضله. ليست أعمالنا تستوجب دخول الجنة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة إلا برحمته سبحانه وتعالى. ما أحد هناك عمل يستوجب لك دخول الجنة، لا. الله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا الجنة برحمتي، ما هو بأعمالكم، واقتسموها بأعمالكم. هذا في أعلى الجنة، هذا في أوسطها، هذا في أسفلها. هنا الدرجات بحسب الأعمال، لكن دخول الجنة بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. هذا رسول الله محمد، سيد العابدين، سيد الساجدين، سيد الشاكرين، سيد المتقين. محمد سيد المحبوبين عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أفضل الخلق على الإطلاق حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأوعد الله سبحانه وتعالى من عصاه دخول ناره بعدله وحكمته. وكل من عصاه توعده الله سبحانه وتعالى، فجعل جاء المتقين الجنة، جاء الكافرين والعاصين النار. فهؤلاء دخلوا الجنة بفضله، وهؤلاء دخلوا النار بعدله سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى الجنة مظهر من مظاهر الرحمة، والنار مظهر من مظاهر الغضب والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، بل بمحض الجود والامتنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من الذي أطاع الله وأطاع رسوله؟ خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. خالدين، نعم. ومن يعص الله ورسوله والعياذ بالله من الكافرين المجرمين العاصين، ويتعدى حدوده، ويتعدى حدوده أي يجاوز الحد، هذا البغي، يظلم الناس، يرتكب المعاصي، هذا تعدى الحدود. ويتعدى حدوده، ماذا أوعدهم الله؟ قال: نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما هو نار فقط، عادوا في النار وعذاب. نسأل الله العافية والسلامة، الله يسترنا بستره الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا. اللهم لا ترينا النار، ولا ترينا مالك، ولا باب مالك. وهاب يا وهاب يا وهاب، أدخلنا عليك من باب حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة يؤتى، وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش.
فيذبح بين الجنة والنار. خلاص فيقول يا أهل الجنة خلود في جنات النعيم فلا موت. خلاص حياة ما بعدها الموت، شباب ما بعده هرم، صحة ما بعدها سقم، صحة تروس، شباب مودة تروس ماشي. كما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لي بالجنة، فبكت تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ما يدخلون إلا شبانا، الشيبة يرجع شباب والعجوز ترجع شابة، أبناء 33 سنة كلهم شباب، سن واحد كله في 33 سنة ماشي شيبة وورانجتوا لا يوجد في الجنة وورانجتوا أبدا. شباب تروس لأن أن تخلدوا فلا تموتوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتصحوا فلا تسقموا أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويا فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ولما يقال لأهل النار خلود في العذاب فلا موت يزدادون ترحا وحزنا إلى حزنهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وإن في النار شجرة يقال لها الزقوم، بكان جاقوم الزقوم، هذا رائحتها يزدادون بها خبثا والعياذ بالله، لو قطرة منها وقعت في الدنيا لأنتنت رائحة الدنيا كلها، صارت رائحتها كريهة، ومات من في الدنيا لشدة خبث رائحتها. نسأل الله العافية والسلام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده الذين آمنوا بالمسارعة إلى مغفرته وجنته، أي يتسبب الإنسان، قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا لكل شيء سببا، تسبب في أسباب المغفرة، يتسبب في الأسباب التي تدخل جنة الله، جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأمرهم سبحانه وتعالى أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا بامتثال أمره سبحانه وتعالى واجتناب معصيته، فقال عز من قائل في كتابه العزيز سبحانه وتعالى وسارعوا بادروا قبل الموت، البدار البدار قبل الفوات، إنما أنت عرضة الآفات، سادر قبل الموت، أدرك نفسك قبل الفوت، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، لمن؟ أعدت لمن؟ للمتقين، هم المحبوبين عند الله. إذن من هم المحبوبون؟ هم المتقون. من هم المبغوضون الفجار الذين أهملوا التقوى؟ فإن من أهمل التقوى في الدنيا تغشته في الآخرة فنون الندامات والعياذ بالله. كل من أهمل التقوى في الدنيا تغشته في العقبة فنون الندامات، نسأل الله العافية والسلام. فالتقوى فللمتقين جنات النعيم وعدهم الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا من الوقاية، قي نفسك من النار، احفظ نفسك من النار، احفظوا أنفسكم وأولادكم
من النار. قوا أنفسكم وأهليكم، أهل بيتك وأقاربك قهم من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلام، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي كرم الله وجهه عندما قرأ هذه الآية: كيف نقي أولادهم؟ قوا أولادكم بتعليمهم دينهم، بتعليمهم شرع نبيهم، بتعليمهم قرآن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، نقيهم كما في هذه المعاهد التي أسست على التقوى. هذه معاهد أربطة مدارس أسست على إيش؟ على تقوى، لتعليم القرآن وتعليم شرع النبي سيد الأكوان، لإظهار شرع النبي وإحياء سنة النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المدارس المباركة نقي أولادنا إذا ما استطعنا نحن نعلمهم، نسلمهم إلى شيخ إلى معلم أو إلى معهد من معاهد التربية، معاهد الأخلاق، حتى يتربون على الخلق الحسن ويتعلمون شرع جد الحسن فيتخلقون بالخلق الحسن كما أمر بذلك جد الحسن، فقال أحسن الحسن الخلق الحسن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هل نقي أولادنا اليوم بدخولهم مدارس ما يستطيعون حتى أن يقرأوا القرآن ولا يخرجوا منها ما يعرفون شيء عن شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يسقط الواجب عن الآباء والأمهات؟ لا، ما يسقط الواجب، بل يبقى في عليهم الإثم إذا ما علموا أولادهم هم أو أدخلوهم مدارس أو معاهد تعلمهم ما هو الواجب عليهم فيلزموه وما هو الحرام عليهم فيتنبوه، ويعلمونهم تركة النبي محمد هو شرع والقرآن العظيم صلى الله عليه. قوا أهليكم، قال سيدنا علي كرم الله بهذا، بهذا تقوا أنفسكم وتقوا أهليكم. بماذا؟ بتعليمهم القرآن وشرع النبي محمد سيد ولد عدنان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا تعلمنا شرع نبينا قرآن نبينا حينئذ وقينا أنفسنا وأهلنا من نار وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلامة. فإنه إذا أهمل أولاده يوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، أما إذا علمهم القرآن علمهم شرع النبي علمهم دينهم يسعد بهم في الدنيا ويسعد بهم في يوم القيامة. إذا أهملهم هو بغى الدنيا بس، يعني كما هو شأن أكثر الآباء بغوا أبنائهم بعد يكبر ويشتغل ويجيب المال، هذا مقصوده بس، حتى من حرام حتى يفعل حرام مش مهم أنه يجيب المال بس. هذا للأسف في هذا الزمان شأن كثير من الآباء والأمهات، يندم يوم القيامة. إذ أول ما يوقف العبد للحساب بين يدي الله أهله الذين أهمل أمرهم، أولادك أبنائك وبناتك يوقفونك بين يدي الله، أول من يوقفك بين يدي الله هم أولادك الذين أهملت أمرهم ولم تعلمهم أمر دينهم، يقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم، يسمونك ظالم أولادك لأنك أهملتهم في الدنيا ولم تعلمهم. أولادك يا ظالم، يقولون لأبيهم ويقولون لأمهم يا ظالمة، أوه يا رب وأي ظلم ظلمتهم، لقد أطعمتهم أحسن الطعام وكسوتهم أحسن الكساء، فيقولون نعم يا ربنا لكنه أطعمنا أطعم أحسن الطعام وكسانا لكنه لم يعلمنا أمر ديننا
فخذ لنا حقنا من هذا الظالم يا رب. شوف كيف من هؤلاء يقولون لك يا ظالم؟ أولادك اللي كل يوم تروح الشغل من شان تجيب المال لهم والطعام لهم. أولادك يوم القيامة يشتكون بك عند الله، ما يسمونك أب، لا أبدا، يسمونك الظالم. نسأل الله العافية. ليش اغترينا بمدارس لم تؤسس على محبة الله ولا محبة رسوله؟ ليش نغتر بها؟ ليس فيها منهج النبي محمد، ليش نغتر بها؟ المعاهد أسست على محبة الله ورسوله ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومؤسست على تعظيم شرع الله وتعليم شرع الله وقرآن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المدارس اللي فيها البركة، فيها الخير، فيعطيك الله الدين ويعطيك الله الدنيا. إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لم يحب، أما الدين فلا يعطيها الله إلا من يحب. ما يعطيه الدين والاستقامة في الدين والتقوى إلا من أحبه سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى يكرم الطائعين في الدنيا ويكرمهم في يوم القيامة. في الدنيا كرامة وفي الآخرة أجر عظيم من المولى الكريم بما ارتكبوه من أعمال صالحات في الدنيا. خافوا الله واتقوا نفوسهم وهويتهم وشهواتهم فأمنهم الله يوم القيامة. فيقول إن الله سبحانه وتعالى: من لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أي ارتكب المعاصي واتبع الهوى والشهوات أخفته في يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا بترك المعاصي والشهوات ولزم التقوى أمنته يوم القيامة. لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. من عمل صالحا أي استقام على الأعمال الصالحات المرضيات لرب البريات، من ذكر أو أنثى، لكن بقيد وهو مؤمن، إذ لا ينفع عمل صالح من كافر، ما ينفع عمل صالح. وهو مؤمن أي مؤمن بالله وموقن بالله وبما جاء به حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو مؤمن، ما ثوابه في الدنيا قبل الآخرة، لا نحيينه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة حياة طيبة. إذن وعدك الله بأن تكون حياتك طيبة سعيدة دائما، صاحب الأعمال الصالحة في سعادة دائما، وصاحب المعاصي لا تدخل قلبه السعادة أبدا، حتى لو ملك العمارات والسيارات والمليارات ما كان السعادة ما تدخل قلبه، حتى تظاهر في الظاهر يحن سعيد لكن في الباطن ما هو سعيد أبدا. وهذا مشاهد، اسأل كل من كان مخالف للتقوى وإن كان من أغنى الأغنياء، لا تدخل السعادة في قلبه، لا تدخل السعادة في قلب إلا طائع متقي. فلنحيينه حياة طيبة، أولا يرزقك الله القناعة، خلاص القناعة كنز لا يفنى، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول خطوة من قدم في مقام الرضا، كما أن أول قدم في مقام الزهد الورع. فإذا أعطاك الله القناعة خلاص ما عاد تنظر لما في أيدي الناس أبدا. ليه؟ لأن الغنى غنى النفوس وليس الغنى غنى الفلوس، كما يعتقده بعض الجاهلين
الذين اتبعوا إبليس المنحوس، نسأل الله العافية والسلام. فإذن الحياة الطيبة لمن؟ للمتقين. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم. القيد الأول إيمان، تصديق بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات واكتسبوا الأعمال الصالحات واستقاموا عليها حتى الممات. ما ثوابهم؟ ما جزاؤهم؟ وعدهم الله، ما هو ذلك الوعد؟ قال: ليستخلفنهم في الأرض، يجعلهم خلفاء، خلفاء كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليه؟ لأنهم أولئك الأولياء. من هو الولي؟ من هو الولي؟ من آمن وعمل صالحا هذا واتقى الله، هذاك هو الولي. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولازموا التقوى إلى الممات، هؤلاء هم استقاموا على طاعة الله، أولئك هم الأولياء. وعدهم الله لا يستخلفنهم، يجعلهم الخلفاء، هم الملوك. ما هو هذا اللي جالس على الكرسي من رئيس أو وزير؟ لا، هؤلاء هم الملوك، كما قال بعض ساداتنا الصوفية: نحن الملوك على التحقيق، لأن الله ملكهم هذه الدنيا كلها وجعلهم يتصرفون فيها. وما لغيرنا من الملوك والوزراء والأمراء إلا إثمه وعذابه، بدعوة واحدة من صالح بيسقط رئيس وبيطلع رئيس. من الملك الآن؟ هم الملوك. من هم؟ أولياء الله، هم الملوك. لنستخلفنهم، نجعلهم خلفاء في الأرض، نواب عن سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لنستخلفنهم. وعدهم، قال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويجعل النصر لهم، ويصحبهم وتصحبهم السلامة واللطف في جميع أمورهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلن من بعد خوفهم أمنا. فلا يخافون أبدا، آمنين في الدنيا وآمنين في يوم القيامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله، هؤلاء هم خلفاء الله في الأرض. ما هو الذي يطلع الرئاسات والوزارات على الانتخابات؟ لا، هؤلاء هم الخلفاء. مرة من المرات ما في سلطان في حضرموت في تريم، فقالت الشيخة سلطانة من مريدية سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف: يا شيخ عبد الرحمن، يا سيدي عبد الرحمن، كيف البلاد بلا سلطان، ما تستقيم؟ قال: هاش بسيط، بنجعل سلطان عليها. طلع واحد من العمال حطاب يحطب من الوادي، يقطع الحطب ويطرحه على الحمار ويطلع السوق يبيعه. فطلع واحد يقاله ابن راشد، قال: هذا هو السلطان، هذا هو السلطان، عيناك سلطان. قال: لا 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 لا، لا ترضون أن نكون مردم عتبة باب جهنم؟ أنا بكون عتبة باب، هذا عامي ما بغى يكون سلطان. قال: لا، تولى سلطان، لابد، ما تصلح بلاد بلا سلطان. قال: لن أتولى الحكم إلا بشرطين. الشرط الأول أن كل ما أحكم به يكون حكم بالعدل، ما في حكم ظلم أبدا. الشرط الثاني
أن لا يدخل علي مال إلا حلال، ما يدخل علي مال حرام أبدا. فكان حاكما عدلا حتى سمي وادي حضرموت كله باسمه، وادي بن راشد. يقول إمام الحداد: وادي بن راشد منى قلبي وراحة الروح والخاطر. سمي باسم ذلك الحاكم العادل الذي عينه الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله تعالى عنه. ما همهم شيء إلا الدين. وهكذا ينبغي لكل رجل وكل امرأة تهتم بأمر دينها أكثر من أمر دنياها. مشكلة اليوم لو صلى الفجر بعد الإشراق أو جمع تأخير مع صلاة الضحى أو مع صلاة الضحى أصبح يضحك، ما هو مهموم ولا محزون. وإذا ضاع الجوال حقه أو سرق طول الأسبوع طول الشهر مهموم مغموم إيه على جوال. إذن أمر دنياك أهم من أمر دينك، فكان عليك أن تعكس في القضية، أن تحزن على ما فاتك من أمر الدين أكثر مما فاتك من أمر الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. محفوظ كل شيء بتحصله، كل شيء محفوظ، لا نضيع أجرهم، بل يضاعف الله الحسنات إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بماذا تزداد هذه الأضعاف؟ بحسب صدقك وإخلاصك ونيتك الصالحة مع الله سبحانه وتعالى، تزداد على 700 أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، بحسب يقينك وصدقك. وإخلاصك لله سبحانه وتعالى. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. أساور، الأساور ما يلبس في اليد، هنا يقال هذه أساور من ذهب، حرام في الدنيا على الرجال لكنهم يلبسونه في الجنة إنهم لم يلبسوه في الدنيا الرجال. أما اليوم كثير من الرجال يلبس هذا ذهب يتشبه بالحريم. التشبه بالنساء حرام، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ملعون على لسان الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نضيع أجر المحسن، لا نضيع أجر من أحسن عملا. كل مخبى لك، مضموم مخبى في خزانة ربي، في الخزانة حق ربي محفوظ، بل يزداد ويضاعف إلى أضعاف كثيرة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار. نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. جمع أريكة، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله يرغب عباده ويحببهم في الثواب، وهو ما ينتفع بطاعتك وأنت المنتفع ويثيبك على هذا. الله ما تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، أنت تنتفع بالطاعة أنت تتضرر بالمعصية. مع هذا كيف يتحبب لعباده ويرغبهم في طاعته ويذكر لهم ذلك الثواب العظيم حتى يزدادوا محبة في طاعته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من هم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة. إيش الود؟ المحبة.
فيتحب محبوب عند الله، محبوب عند الملائكة، محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا حبوب عند الخالق كله. فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في الملائكة إن الله أحب فلان فتحب كل الملائكة جميعهم. ثم يوضع له القبول في الأرض، من؟ من أحبه الله سبحانه وتعالى، سيجعل لهم الرحمن ودا. من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك هم أولياء الله. ليس المعنى أن الولي معصوم، لا، ولا كيف التقوى؟ أنا طيب إذا قد تصدر، نعم، حتى لو كنت ولي ماك معصوم، إنما العصمة للأنبياء والمرسلين. الولي هو المتقي لله الملازم التقوى المؤمن بالله وبما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله برسوله وبكل ما جاء به الله وبكل ما جاء به النبي محمد، إيمان مستوطن في القلب وملزم للتقوى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هل أنت معصوم؟ وإن كنت ولي ما أنا معصوم، حصلت مني زلة خطيئة قد تحصل حتى ولي، لكن على طول ارجع أندم أبكي وأتوب إلى الله، يا رب عبدك العاصي ومن للعاصي غيرك، يا رب عبدك المخطي ومن للمخطي سواك، عبدك الضعيف الحقير ومن للضعيف إلا القوي، يا رب هب لي ما لا يضرك، هب لي ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، هب لي أي المغفرة واغفر لي ما لا يضرك أي الذنب. إذا أقبل على الله أقبل الله عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهكذا هذا الشهر ما شاء الله توبت إلى الله، بعدها أنا على التقوى إن شاء الله، بعد شهر بعد أسبوع وقعت في زلة ثاني مرة في خطيئة، على طول لا يأس من رحمة الله، ارجع بتوبة جديدة، ذنب جديد بغى توبة جديدة، فالتوبة الأولى لا ينقضها ذنب جديد، بل يحتاج الذنب الجديد إلى توبة جديدة، فبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت من المتقين، فالمتقي ليس معصوم، لكن على طول إذا ارتكب شيء يخالف التقوى يرجع ويندم، إن آذى أحد طلب العفو والمسامحة، إن فعل ذنب بينه وبين الله يتوب بينه وبين الله ولا يفضح نفسه، عاد ينشر فضيحته في الفيسبوك أو في إنستغرام، هذا غبي أحمق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتليتم فاستتروا، ما هو فافتضحوا، ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المجاهرون يأتي من الرحلة من سفر سوينا كذا كذا، يفتخر عند أصحابه أو عند صاحباته بالمعاصي الذي ارتكبها أو الذي ارتكبتها، هذا ما يوفق للتوبة، هذا من المبغوضين عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل منهم الرحمن ودا، كان يكررها سيدنا الحبيب محمد بن حسن جمل من بعد العشاء إلى الفجر، فتح الله عليها بفتح عظيم ودا، ويكرر هذه الآية في قيام الليل إلى أن طلع الفجر وهو يتلذذ بحلاوة هذه الآية. إيش هذه الآية؟ إيش هذا؟ إيش معنى ود هذه؟ أن يحبهم ويحبونه الله، ود أن يحبون الله ويحبهم الله، كلنا نحب الله لكن من منا يحبه الله؟ كل من لزم التقوى ولم يهمل أمرها وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحبه الله، وإذا أذنب بادر في الحال بالتوبة، ولا يقول بكرة
بعد بكرة، ولما رجب أنا بأتوب، ولما رمضان. هذه خواطر من خواطر الشيطان. من رمضان إن شاء الله بجد التوبة الآن في نفس اللحظة اللي إذا ارتكبت فيها الذنب الآن اندم وعزم علي واقلع واستغفر الله وارجع إلى الله وتب إلى الله وأقبل على الله بيقبلك الله. الشيطان يقول لك لا، إيش أنت أمس عدك إلا ترتكب هذه المعاصية، قبل شهر، قبل كم مرة وأنت ماشي فائدة في توبتك. هذا خاطر من خواطر الشيطان، انتبه، يغريك أو يدليك بحبل غروره، فإنه عدو مبين للمؤمنين. ها؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبهم ويحبونه. ها؟ يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. الله سيجعل لهم الرحمن ودا، أول عنده الله سيجعل لهم الرحمن ودا عنده سبحانه وتعالى أن يكونون محبوبين. من هم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا أن يكونوا محبوبين، يكونون محبوبين عند الله سبحانه وتعالى. يحبهم الله ويحببهم إلى المؤمنين من عباده. فمن أحب المحبوب فهو مؤمن، ومن أبغض المحبوب فهو المنافق. فلهذا توعد الله بالحرب لمن؟ على من يؤذي الأولياء. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ليه؟ لأنه عبدي محبوب، توليت أمره، فلهذا سمي وليا، لأن الله قد تولى جميع أموره. فمن آذاه آذى الله، ومن أحبه أحب الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى ما افترضته عليه. أقرب بشيء العبادة هي بالفرائض، بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا أردت أن تتقرب للبر بالبريات حتى تحوز المحبوبية عند الله سبحانه وتعالى، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي زيادة على الفرائض، ما افترضتها عليه، لكن يتقرب إلي بالنوافل زايدة على الفرائض حتى أحبه، حتى يكون محبوب عند الله. فحينئذ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خلاص يتكلم على لسان المولى ويسمع على سمع المولى، فلا يسمع إلا الحق، ولا ينظر إلا إلى الحق، ولا يمشي إلا إلى الحق، ولا يفعل ولا يبطش إلا بالحق. تولاها الله في جميع جوارح. خلاص الله متوليه، خواطره خواطر الرحمن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين اتقوا. من الذي أهمل أمر التقوى ولم يتحقق بالإيمان ولم يعمل الصالحات؟ فأولئك تولاه ويعشوا عن ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، يتكلم على لسان الشيطان، ويسمع بسمع الشيطان، وينظر ببصر الشيطان، وحركاته كلها يصرف الشيطان. ريموت كنترول يتصرف فيه. شفت تتصرف بلاي ستيشن؟ اسمه بليس، إبليس من أسماء الشيطان، يسمى اللعبة إبليس ستيشن. إبليس ستيشن مثل ما يتعلم هكذا بالليبيس، إبليس يلعب به هكذا بريموت كنترول. من هذا؟ الذي بعود عن الإيمان وعن طاعة الرحمن وأهمل أمر التقوى، الشيطان تولاه فصار يلعب به بريموت كنترول من بعيد هكذا، ويضحك عليه، مبسوط منه الشيطان، فرحان. لكنك إذا بغيت تكسر ظهر الشيطان تب إلى الرحمن، واعتزل الهوى والشهوات، والزم التقوى، وامضي على إيمان واستقامة على العمل الصالح، تكسر
ظهر الشيطان وترضي الرحمن. لكن بإيش؟ بالصبر. بالصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فيكون لكم الفلاح ولكم النجاح من الله سبحانه وتعالى بواسطة سيد الملاح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هو استقام على وتحبب إلى الله بالنوافل صار ولي من أولياء، تولاه الله في جميع أموره، في سمعه، في بصره، في مشيه، في بطشه، في جميع حركاته وسكناته. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى: وإن سألني لا أعطينه. قال: يا رب أسألك كذا، والله أنت تقول تستجيب لي فيما أمرت وفيما نهيت، فإذا دعوتني قلت لك مرحبا عبدي، يجيب دعوتك على طول، مرحبا. ولئن سأل لا أعطينه. قال: يا رب أسألك كذا. قل: مرحبا. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ذب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، أي لأبر قسمه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا رب إني أتعوذ بك من هكذا، من هذا البلاء، من هذا الفيروس، من هذا هذه المصيبة، يعيده الله ويجنبه من ذلك. أكرم الله سبحانه وتعالى بهذه المحبة العظيمة التي تصير معها حركات العبد وسكناته كلها بالله ولله. أكرمها، أعطاها لمن هذه المحبة العظيمة حتى تولاه في جميع حركاته وسكناته؟ لمن؟ من أدى ما افترضه عليه، تعبد الله بأداء الفرائض، بيش؟ باجتناب المحرمات وأداء الواجبات، هذه لا الفرائض. وأكثر من النوافل الطاعات تقربا إليه، فعل المندوبات وترك المكروهات. هذه النوافل. إيش النوافل؟ وضب على المندوبات وترك المكروهات واستقام على الآداب مع ربه سبحانه وتعالى. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى عز وجل: إذا تقرب إلي عبدي عن وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة. فتقرب العبد إلى ربه بطاعته وخدمته. كيف تتقرب إلى الله؟ هل مثل ما تقرب من صاحبه؟ لا لا، القرب معنوي، ليس القرب حسي، مستحيل في حق الله. تقرب أي تحبب إلى الله بطاعته، هذا القرب وخدمته. وتقرب فحينئذ قال: يتقرب الله، إذا تقربت أنت منه تقرب هو منك. كيف قرب الله من عبده؟ لطفه له وإعانته له، هذا هو القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال تقرب إليها شبر، هذا الشبر، هذا الشبر، هذا قال شبر، تقربت إليه ذراع، هذا ذراع من هنا إلى هنا ذراع، ولا أي سكبت عليه رحمات وفضل ونصر ولطف من غير حساب. هذا المعنى القرب من الله. كيف تقرب الله؟ بخدمته وعبادته. كيف يقرب الله منك؟ بلطفه ونصرته وفضله وإعانته ورحمته سبحانه وتعالى. فالله يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله، ببركة الهادي اختام رسله محمد إمام المتقين الأبرار، يجعلنا وإياكم من المتقين المحبوبين عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويوفقنا للصالحات ويجنبنا المخالفات، ويجعلنا وإياكم من المتقين لرب البريات، ويصلح الظاهر والخفيات، ويجعلنا إياكم في الحصن العظيم من جميع الآذيات، في الحرز المكين من الذنوب والخطيئات، يغفر لنا لكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت، يصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا صالحين مصلحين، ويحفظنا من كل خلق ذميم
ويحلينا بكل خلق حميد كريم يا رب العالمين، ويجعلنا من عباد المتقين الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويحببنا للنبي العظيم محمد ويرزقنا محبته واتباعه، ويميتنا على هذا المحبة والاتباع، ويحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم وزمرة عباده الصالحين المحبوبين عند الله وعند النبي محمد الرؤوف الرحيم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وعلى الضالين آمين. فعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ربي فقهنا وفقه